حظي موضوع حماية البيئة باهتمام بالغ خلال الدورتين السنويتين لهذا العام، حيث أعرب العديد من النواب عن رغبتهم في الاستفادة من التدابير الموجودة، وقالوا لوسائل الإعلام أنهم يتبادلون الأفكار حول كيفية التصدي بفعالية للقضايا البيئية. إن تخصيص البيئة الإيكولوجية في مقاطعة شانشي مهمة شاقة، وذلك لسببين: الأول هو البيئة الطبيعية في مقاطعتنا، الآخر هو استغلال الموارد. تبلغ مساحة أرض شانشي 152.6 ألف كيلومتر مربع، وأكثر من نصف أراضي هشة بيئيا. في السنوات الأخيرة قمنا ببعض الأعمال الأساسية من أربع جوانب، ألا وهي نظام الإدارة ونظام الحماية الإيكولوجية ونظام مشاركة الراعي في عملية حماية البيئة ونظام دعم المواهب. وسوف ندفع عملية المهام التجريبية لتحويل الحديقة الوطنية في منطقة منابع الأنهار الثلاثة إلى بطاقة خضراء جميلة للصين تجاه العالم.